أوقفوا المعاملات الورقية وأجهزة الفاكس وأرقام الانتظار، فالحكومة الإلكترونية هي المفتاح، ولكن الواقع في عديد المكاتب الألمانية يبدو مختلفا. تقول هذه السيدة الألمانية: كان آخر لقاء لي في مكتب عندما تقدمت للحصول على قرض جامعي، كان الحصول على جميع الأوراق مثل الجحيم، إنها دائما بطيئة وغير مرنة. بالطبع يمكن أن تكون أسهل، لكن حاول أن تعلم شيئا للموظفين العموميين. ينبغي أن تكون جميع خدمات الإدارة الألمانية بحلول 2022 عن طريق الإنترنت، وقد أصبحت الرقمنة مرة أخرى جزءا من الحملة الانتخابية. يعتقد كل واحد أن الرقمنة تعني أننا سنشتري البرامج فقط، لكن المشكلة هيكلية، إنها عقلية إدارة وثقافة. لدينا اليوم إدارة تعمل وفق مبادئ تأسست قبل 100 عام، وهي هرمية إلى حد بعيد. هناك مقارنة أوروبية تؤكد صحة ما قيل: لقد احتلت ألمانيا المرتبة 21 فيما يخص الحكومة الإلكترونية، إلى جانب التسلسل الهرمي المتعدد والهياكل المترصة. ليس منطقيا أن تكون هناك حلول فردية من بلدية إلى منطقة أخرى، خاصة عندما تكون هناك سلطة فيدرالية لديها كل البيانات، مثل ما هو الحال في تسجيل العربات. اسأل نفسك لماذا تحتاج البلدية أيضا أنظمة مختلفة. إن الرقمنة مهمة هائلة، وستواجه البلديات عقبات حتى يتم تنفيذ القرار في 2022. هناك صعوبات خلال الأعمال اليومية، لأنه لم يتم توضيح المسائل المتعلقة بحماية البيانات، ولأنه لا يمكن أحيانا أن نجد أشخاصا مؤهلين. هناك ببساطة بعض الأشياء التي تكبح خطواتنا. سوف تكلفنا الرقمنة الكثير من المال، لكنها ستجلب الكثير من الفوائد والفعالية على المدى الطويل. لقد فازت مدينة شافنبرغ لقاء مشروع الرقمنة، وهي لا تريد أن تترك أحدا خلف الركب. ينبغي علينا أن نتبنى أفكار المواطنين، ولذلك لدينا مختبر رقمي في مركز المدينة، والمواطنون يستعملونه بكثافة، فيأتون إلى هنا ويسألوننا ما هي الخطوة المقبلة. الحكومة الإلكترونية تحد سيشغل الحكومة المنتخبة حديثا لفترة طويلة، وربما إلى ما بعد 2022.